الناس أحرار. متى يكونون أحراراً حرية حقيقية؟ بالتنوير. يكونون كذلكم إخواني وأخواتي إذ تبين الرشد من الغي. لذلك التنوير تحرير، عبارة هكذا نقولها الآن، التنوير تحرير. نوروا يتحرر البشر. ماذا قال السيد المسيح عليه السلام؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. معنى عظيم جدا هذا، ليس كلاما هكذا مزجوعا جميلا، لا 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 لا، معنى عميق حقيقي. وبقدر ما تعرف ما الحق، بقدر ما تتحرر، بقدر ما تجهل، بقدر ما تستعبد. التعتيم إذن المطلوب هو التعتيم وليس التنوير. كلما أضعت موضوعا أيا كان بأنوار هادية، بأنوار جديدة غير مأنوسة لهؤلاء المعتمين، قالوا لماذا؟ ولصالح من؟ ولماذا في هذا الوقت؟ وما الفائدة من هذا؟ كله منطق ذرائعي، ألا تباً للذريعة؟ ما هذا المنطق الحقير؟ هذا منطق التجار، ليس منطق ناشدي الحقائق. الحقائق لا تعرف لصالح من والتوقيت ومن أجل ماذا وما الفائدة، هذا منطق التجار، هذا منطق المضاربين بالنقود في الأسواق أيها الإخوة وبالأسهم، ليس منطق من يريد الحق لأجل الحق. بغض النظر عن مبررات كثيرة جداً جداً يأتونك مباشرة بألف إيه؟ بألف منطق يفوح بالذرائعية، والذرائعية انتهازية. يمكن أن نعادل بين الذرائعية والانتهازية تماماً، بمعنى أن هذه الحقيقة وتنوير هذه الحقيقة في ظرف آخر لو خدم مصلحتنا فيا حي هلاً بالتنوير، يا سلام. والآن ليذبح التنوير وبذبحه تذبح الحقائق. ألا لعنة الله على الذرائعية، لعنة الله على الانتهازية. مليون عبد يا إخواني يساوون كم؟ عبداً واحداً. بليون يساوون عبداً واحداً. لماذا؟ ما معنى العبد؟ ما معنى العبودية؟ لا موقف، لا رأي، لا نعم ولا لا، إلا ما كان من موقف الاستخفاء والبصم والمصادقة بلا بصيرة على كل ما يهواه السيد ويأمر به ويقرره السيد. فبليون عبد كعبد واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس، لأننا عبيد. طبعا هكذا هكذا عبيد المتألهة من البشر. ولذلك التعتيم يفيد جدا في الاستعباد، فلا نقاش، لا اعتراض، لا فكر، لا شخصية، لا موقف، لا رأي، كله كما يقال في المثل مثل تنابلة السلطان. سمعنا واطع مظبوط صحيح، هو كذلك بليون مثل واحد. لكن بالتنوير يحدث التحرير، يبدأ ماذا؟ الاعتراض، يبدأ التساؤل، لما وكيف؟ نطلب التبرير، نطلب التسوير، نطلب البرهان. الله بنى هذه العقلية المسلمة أيها الإخوة وحثها وناشدها أن تبرهن وأن تتبرهن.